رئيس السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام تعيشوا وتصلوا. وصلنا للإصحاح ال 14 وكان فاضل آيتين في الإصحاح اللي قبله. كان فاضل آيتين في إصحاح 13 من سفر هوشع. قلنا سفر هوشع من الأنبياء الصغار، والمعلومات الحلوة اللي خدناها فيه كتير إزاي ربنا بيتعامل مع الناس عن طريق الأنبياء، بيرسل لهم الأنبياء عشان يحذروهم وعشان يرجعوهم وعشان يفهموهم إن سبب الشر اللي بيجي عليهم هو بعدهم عن ربنا وعبادتهم للأوثان، وإن كل ما يزرعه الإنسان هو بيحصده، وإذا كان بيزرع بالخير هيجد الخير، وإذا كان بيزرع الشر فبالنتيجة بتكون عدم الرحمة، وفي الآخر ما بيكونش من شعب ربنا. وده اللي خدناه من تفسير أسماء أول ثلاث أبناء لهوشع اللي هم مين؟ يزرعيل ورحمة ولرحمة والأخير لعمي، يعني لستهم شعبي. ولقينا ان ربنا في تعاملاته مع الناس دايما هو اللي بيبادر، بيقول اخدكم للبرية والطفكم، ويقول في كذا مرة بس المهم ان انتوا ترجعوا لربنا. ولكن كان استمرار ان الشعب بيلجأ لأشور ويرجأ الى مصر كان بيسبب الألم للشعب كله، لأن هو بيلجأ ليد أعدائه عشان يستنجد بيهم، وهم دول اللي بيستعبدوه، وهم دول اللي بيذلوه، وهم اللي بياخدوا خيرهم، وفي الآخر كانوا لا يشفقوا حتى على أولادهم. وعشان كده بيقول في الآية 14 بيقول من يد الهوية أفديهم، من الموت أخلصهم. والحتة دي قلنا الفداء من الخطية، لأن أجرة الخطية هي موت، فكانت النتيجة الطبيعية لآدم زي ما تقال له كده يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، فكل خطية كان بيعملها الإنسان كانت أجرتها الموت. وأما لجأوا لعبادة الأصنام والأوثان والزنا والعمل الخطايا قدام ربنا، واللجوء إلى الأعداء وطلبهم ملك، يقول كده اديت لهم ملك بغضبي واخدته بسخطي، لان هم مش رفضوا القضاة ده رفضوني انا، مش رفضوا الانبياء ده رفضوني انا. طيب وبعدين هتسيبهم يا رب؟ يقول لا، ده من يد الهاوية افديهم ومن الموت اخلصهم. نتيجة الخطية الموت اللي ساد علينا هيخلصنا منه. اين اوباؤك يا موت؟ اين شوكتك يا هوية؟ وقلنا الشوكة دي هي الذنب اللي في ديل العقرب، اللي لو دخل الانسان بيخش عن طريقه السم، فاذا نزع منه فحتى لو لدغ انسان ما بيبقاش فيه تأثير السم بتاعه. وعشان كده ممكن الخطية، ممكن واحد يقع في الخطية لكن ما يقدر يقوم منها بسرعة، لكن كان قبل ميلاد المسيح وموته وقيامته كان اللي يقع في خطية تفضل الخطية لازقة فيه وما يقدرش يخرج منها بسرعة. ليه؟ هنا دلوقتي يقول لك تأتي ساعة حين يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. يبقى الساعة اللي احنا فيها دي كل واحد يسمع لصوت ربنا ويسمع لكلام الكتاب المقدس ويقدم توبة، قم أيها النائم واستيقظ من بين الأموات فيضيء لك المسيح بنوره. يقدر يقوم مش مرة، مرات كتيرة، زي ما قوم لعازر بعد أن أنتن، قادر أن هو يقومنا من موت الخطية. لأن هتيجي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوته، بس ساعتها يخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، أما الذين صنعوا السيئات فإلى قيامة الدينونة. وهنا ده بيبقى يوم الدينونة الأخير، لكن الكلام الأول كان أن الساعة اللي احنا موجودين فيها دي كل واحد يسمع لصوت ربنا ويقول امين تعالى ايها الرب يسوع، ممكن يجي ويصنع. يقول لك كده انا واقف على الباب وايه؟ ان فتح احد ادخل واتعشى معه وهو معي، ونفرح كلنا. طب وان لم يفتح بقى؟
إن قعد يقول غسلت رجلي فكيف أوسخهما، إن قعد يقول أصل ولادي نايمين معايا في الفراش وأنا مش عايز أقوم، لا خلي بالك بقى، لأن الرفض المتكرر بيجلب للإنسان الموت مرة تانية. وعشان كده بيقول له أنا من الموت أخلصهم، أين أوبائك يا موت، أين شوكتك يا هوية، تختفي الندامة عن عيني. يعني إذا فضلت في رفضك وفضلت في عصيانك وفضلت بتاع ده، مش هندم ان انت تقع في الشر او ان انت تروح الهوية. انا عملت كل اللي ممكن يتعمل، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ ايه اللي كان ممكن يتعمل تاني عشان تكون ابن لربنا ناجح؟ اديتك من روحي، جسدي ودمي مكسور كل يوم قدامك على المذبح، الكتاب المقدس ما بين ايديك، ترانيم والحان الكنيسه محوطاك في كل وقت وكل مناسبه، يا ما في نهضات ويا ما في عظات، وادي حتى النت بقى مليان من كلام ربنا، بس انت بقى بتلجا لايه؟ هل ليك الاذن الكويسه اللي بتسمع وتعي وتحفظ وتبارك في ربنا، ولا لسه متاسي؟ لان هيجي اليوم يقول لك خلاص هتختفي الندامه من عيني. ساعات الواحد يقول له خلاص انا مش هبقى ندمان على اللي يحصل فيك. ليه؟ لانك مصمم على الشر، مصمم على الخطية. عارفين عمل كده مع مين؟ اول واحد كده دخل الشر في قلبه من جهة اخوه وقال له بص يا قايين، ده انت على الباب خطية رابضة وانت تسود عليها، انت تقدر تسود عليها دلوقتي. لكن قايين عمل ايه؟ يقول لك لقى اخوه في الحقل فقام عليه وقتله. طب وبعدين؟ قال له خلاص انت هتاخد علامه. هو افتكر ان كل من وجدني يقتلني، قال له لا، هتاخد علامه عشان تفضل العلامه دي اللي فيك تفكرك ان انت كنت السبب في موت اخيك. قال له صوت دم اخيك صارخ الي من البر. وعشان كده اما واحد بيفضل مستمر في الشر وبيرفض تأديب ربنا وإنذاره، تبص تلاقي في الآخر يقول له تختفي الندامة عن عيني. وعشان كده إن كان مسبرا بين إخوة تأتي ريح شرقية، ريحة الرب طالعة من القفر فتجفف عينه ويبس ينبوعه حتى تنهب كنز كل متاع شهي. يعني إيه؟ يعني أما يبقى واحد رافض لحياته مع ربنا وتبص تلاقي في لحظة الريح الشرقية دي، احنا قلنا اما بتيجي الريح من الشرق بتيجي ريح ايه؟ عارفين درجات الحرارة، يقولك في درجات الحرارة عليت اليومين دول عشان في ريح ايه؟ شرقية. كل ريح تيجي من الشرق تيجي سخنة، فما كانت تيجي تضرب النبات بالسخونة دي، انا المرة اللي فاتت فكرتكم بالليمون اما غالي الفترة اللي فاتت، عارفين ليه؟ هي الريح الحارة دي تعمل ايه؟ تموت الزرع. فيبقى حتى الحاجة اللي كانت ممكن تثمر وتبقى كويسة يحصل ايه؟ ما يبقاش فيها ثمر. فعشان كده بيقول تأتي ريح شرقية، ريح الرب طالعة من الكفر فتجفف عينه. العين بتاعت المية دي من درجة الحرارة والريح القوية الشرقية دي تعمل ايه؟ تجفف العين ويوبس ينبوع حتى تنهب كنز كل متاع شهي. اي حاجة كانت ممتعة وشهية كانت موجودة في ايديه تختفي عنه. وهنا ده الانسان اللي بيتكل زي ما قلنا، بيتكل على الحاجة اللي في ايديه او الخير اللي ما بين ايديه. لو ما كنتش حطه في ايد ربنا، لان بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعبا، لما كنتش حطه في ايد ربنا وبتشكر ربنا عليه في لحظة لو كنت متكل عليه، يقول لك عشان كده ويل على للمتكلين على الاموال. ليه؟ ممكن تيجي ريح شرقية واحدة تعمل ايه؟ تطير كل. تجازي السامرة لانها قد تمردت على الهها، بالسيف يسقطون تحطم اطفالهم والحوامل تشق. وده بالفعل اللي حصل اثناء دخول الرومان وهم سنة 70 ميلادية، وكسروا الهيكل وما سابوش حجر على حجر، كانوا فعلا يترهن الجنود على الحوامل، يقول له دي في بطنها ولد، يقول له لا بنت، يقول له طب تعالى نشوف.
فكانت تشق الحوامل، يعني كانت حتى المرأة الحامل ممكن ان هي بدل ما يرحموها او يسيبوها لتعبها، لا كانت ممكن تبقى مجال سخرية ليهم ومجال استهزاء عندهم. طيب حتة لان تجازي سامرة لانها تمردت، اول خطية صعبة عملها شعب اسرائيل في البرية وبسببها مات عدد كبير بعد ما خرجوا من ارض مصر من العبودية، هي خطية ايه؟ تمرد. كانوا بياكلوا المن اللي نازل من السماء، وكانوا بيشربوا من مية بتنبع من الصخرة في عز البرية، الهدوم بتاعتهم ما كانتش بيجرى لها حاجة، ما كانتش بتبلى، طب والأحذية اللي في أرجلهم ما كانتش، حتى سيورها ما كانتش بتتقطع. طب أنت كان نفسك في إيه؟ بتاكل وأنت مرتاح وبتشرب مية من ينبوع صافي نقي، حتى المية ما مش محتاجة فلتر ولا محتاجة حاجة، مية نظيفة. طب وبعدين ها اللي تعبك تاني؟ هدومك زي ما هي، هتفضل عليك زي ما هي، مش هيجرى لها حاجة. طيب حتى الحذاء برضو سليم وفي رجلك باستمرار. طيب خلوا بالكوا، ساعات بركة ربنا تبان في حياة الإنسان بأنه ما يحتاجش حاجات الناس كلها بتحتاجها. بيحكي واحد من الآباء إن هو أول ما اترسم اتصدم بسبب المرتب الصغير اللي هياخده بعد ما كان بياخد مرتب كبير بالدولار. فبيقول أنا هاخد إزاي هقدر أعيش بمرتب صغير كده، ومع إني كنت بصرف يعني ممكن ده يبقى مصاريف يوم أو مصاريف يومين. يعني يوم ما بكون ماسك على ايدي قوي هيبقى 3 ايام، فشهر هيمشي بثلاث ايام ازاي؟ قعد ايه في الاول كان اتخض كده، وبعدين يقول الاول كنت مثلا انزل اجيب البقالة، اجيب جبنة رومي وحطها في التلاجة، الاقيها تاني يوم مزيتها، فاضطر ايه ارمي واجيب غيره. يقول بقت تقعد بالاسبوع بالعشر ايام وما يجرالهاش حاجة. كان عنده بنت، يقول كنت بضطر اوديها مرتين وثلاثة في الشهر للدكتور، قعدت بالثلاث اربع شهور ما تخشش. يبقى ممكن ربنا يبارك بس بطريقة ايه؟ مش كل الاباء كده على فكرة. يعني ايه؟ اكيد ربنا ليه طريقة في البركة. اللي يسيب حياته في ايد ربنا، ربنا دايما يبارك له، دايما يفرحه، عمره ما ينساه. تبص تلاقي الحاجات اللي كان بيحتاجها اصبح ما عندوش نفس الاحتياج ليها. لكن شعب اسرائيل في البرية عمل ايه بقى؟ قال موسى احنا هنقعد لحد امتى ما ناكلش لحمة؟ ده احنا كنا بناكل لحمة على طول في ارض مصر، كانوا بياكلوا لحمة في ارض العبودية. فين البصل والكرات؟ فين اللحم والبطيخ بصوا قاعدين يشتهوا ايه في البرية؟ فيجي ربنا يقول لموسى، يقول له طيب قول لهم هديلكم لحم. قال له طب هعمل منين؟ انا هقول لهم هديلكم لحم يجوا بعد كده ياكلوني؟ هجيب قد ايه بقر يكفي الشعب ده كله؟ هذبح كام؟ قال له مالكش دعوه، قول لهم ربنا هيبعت لكم. وفعلا بعت سلوى، السلوى دي زي السمان، مالت المحله كلها حواليهم لارتفاع بالامطار كده حواليهم. فضلوا ياكلوا ياكلوا، يقول لك لحد ما اللحمه خرج من انوفهم، قعدوا فتره كبيره ياكلوا في اللحوم من كتر الشره اللي عندهم. ولكن بسبب الشهوه الكبيره يقول لك اكلوا وشربوا وقاموا للعب، مقصود اللعب اللي هو عمل الخطايا زي ما كانوا متعودين في ارض مصر. بعد ما عملوا كده حصل ايه؟ يقول لك طلعت عليهم حيوانات البرية، الحيات البرية، وموتت في اليوم ده عدد كبير جدا، ودفنوهم في مكان اسمه كبروتها التقوى او قبور الشهوة. اتاري ان خطية التمرد زي ما قال لنا كده معلمنا بولس الرسول كخطية العرافة، اللي بيروح يسأل الشيطان او اللي بيمشي ورا كلام الشيطان يقول له انت لحد امتى تستحمل؟ كل الناس عايشين في نعيم وانت اللي عايش في غم.
يقعد يقول له ايه اشمعنى انا يا رب، انت ليه بتدي الحلقة وليه مش عارف بتعمل لفلان ايه، اشمعنى انا يا رب، وتبص تلاقيه يتمرد على ربنا. الانسان اللي يتمرد سواء على ضعف جاله او احتياج جاله او مشاكل حصلت له، تبص تلاقي دايما تلاقي قلبه ما فيهوش سلام. لكن الانسان اللي يقول له رب حتى لو جت مشكلة من ايدك انا قابلها، حتى لو جه ضعف من ايدك انا بشكرك عليه، حتى اذا سمحت باحتياج انا هلجأ لمين غيرك؟ عارفين لما بنقول انا ليا مين غيرك، اروح لمين غيرك؟ يقول له انا مش هروح لحد غيرك. اللي نفسه عزيزة وبيدوس على كل حاجة، حتى لو احتاج لأي حاجة عينه ما تترفعش غير لمين؟ لربنا. وعشان كده واحد زي ايوب يقول لك كده الخير نقبل من الله والشر نقبل. يعني انا دلوقتي افرض لما بتيجي حاجة كويسة الواحد ممكن يشكر عليها 10 دقايق، ولكن لو جات له حاجة وحشة يقعد يتذمر ويحكي للناس اللي حواليه كلها لمدة 10 سنين. ليه؟ احنا دايما حتى لما تجيلنا حاجة كويسة نخاف نشكر عليها قدام الناس. ليه؟ اديكوا قلت تروح، صح؟ خايفين تروح من ايدينا. ولكن الانسان اللي بيشكر ربنا باستمرار، كان حلو جدا ابونا اندراوس الصموئيلي يقول لك كده، يقول اشكر واجول واشكر وما اقولش. يعني ايه؟ عشان ما تتمرطش، الحاجة الحلوة اشكر عليها ربنا بينك وبينه، خصوصا اذا كانت حاجة روحية. طب والحاجة تشكر وتقول قدام ربنا، واشكر وما اقولش قدام الناس عشان لا اثير غيرتهم ولا اثير حسد الشيطان فيحاربني بسبب العطية. واحد جات له موهبة روحية حلوة ما يقعدش قدام التلفزيونات يتصور ويطلع شياطين ويعمل، لا لا، المفروض يعمل ايه؟ اقول لكم على واحد من القديسين، كان قديس حلو خالص، اتعرف عنه في الدير ان هو بيخرج الشياطين. فالمهم جايبين ولد وبيشفي المرضى، فجايبين ولد كان مشلول وبعدين عايزينه يشفيه. قالوا له لا، وانت هتروح لابونا تقول له اشفيه؟ طبعا مش هيعمل كده، ده بيهرب من اي مجد باطل. طيب نعمل ايه؟ قالوا له بص، هو داخل دلوقتي يصلي العشية وده المكان اللي هو بيقف فيه، نيم ابنك في المكان ده وهو اما يجي هيشوف. فالمهم ايه، راح منيم ابنه في المكان بتاع ابونا، وبعدين في داخلة ابونا البركة ده فلقاه نايم، قال له مالك يا ولد نايم هنا ليه؟ قوم. راح الواد ايه؟ قام. فهنا اما قالوا له بركة والقديس عمل لنا معجزة مش عارف ايه، راح اختفى من وشهم. لكن الناس اللي بتعمل شو على الحاجات اللي بتعملها انا بقلق منها. ليه؟ لان المسيح ما علمناش كده، كان يقول لك اوصاهم كثيرا ان لا يظهروه. يبقى ايه؟ يبقى ما كان يعمل حاجة كان يعملها للضرورة مش للشو ولا للتصوير. كمان اما يعمل حاجة زي كده كان الهدف الاصلي ايه بقى؟ ان لا يظهروه، ده كله مجد مين؟ ربنا. طيب واذا شكرت هشكر ربنا، اشكر واقول واشكر وما اقولش، لان الشكر مني واجب ما دمت في الحياه. تجازي سامره لانها قد تمردت على الهها، بالسيف يسقطون تحطم اطفالهم والحوامل تشق. ارجع يا اسرائيل الى الرب الهك. ارجع، دي فعل ايه؟ ارجع بقى، كفايه كده، كفايه كده، كفايه الايام اللي راحت بعيد عن ربنا، كفايه الايام اللي ضاعت من غير استفاده روحيه، كفايه السنين اللي اكلها الجراد، كفايه الساعات اللي راحت في حكايات وفي مندمات وفي مذمه وفي ادانه، كفاية الأيام اللي راحت في جرايد ولا في تلفزيون ولا دلوقتي في فيس أو في، كفاية الأيام دي، كفاية. طب بيقول له إيه؟ ارجع يا إسرائيل إلى إله الرب إلهك. ما إحنا كل واحد هيشيل كلمة إسرائيل دي يحط إيه؟ اسمه.
افتكر ربنا بيقول لك ارجع عن ايه؟ واحد بيرجع عن محبته للمال، واحد بيرجع عن اعتداده بكرامته. قعد سنين يعبد كرامته وعايز الناس اللي حواليه كلها تعبده عشان كرامته. واحد قعد سنين يحب نفسه عشان مركزه اللي وصل له. واحدة قعدت سنين تحب نفسها وعايزة الناس تكرمها وتهتم بيها وتسأل عليها وتدادي فيها عشان ايه؟ تحس ان هي مهمة. طب خلي بالك بقى، ارجع يا اسرائيل الى رب الهك لانك قد تعثرت باثامك. واحد يتعثر، يعني مثلا واحد هو ماشي اتعثر في السجادة، يبقى ايه؟ اتكعبل يعني. طب اتعثر في ايه اسرائيل؟ اتعثر بالخطايا، لان كل واحد يجرب اذا جذب وانخدع من شهوته. فيتكعبل فيها ازاي؟ تتحط شهوة قدام عينك وانت ماشي تتكعبل فيها، تقع في الخطية بتاعتها. وعشان كده هو ده اللي بيحذرنا. ويقف واحد زي ايوب الصديق يقول لك كده: عهدا قطعت لعيني الا اتطلع الى عذراء. واحد تاني يقول له: يا رب الفم ده بعد ما دخلوا جسدك ودمك، قديس ابو مقار على ما اعتقد، يقول له: لقمة زائدة لا تدخل فيه وكلمة خارجة لا تخرج منه. مش ممكن ناس يكونوا داخلين على المناولة وهم اصلا شاتمين بعض، وهم اصلا متضايقين من بعض، او واحدة تسيب واحدة تعدي قدام عشان ما سلمش عليها وهي خارجة، تمشي بالاول هي عشان ما سلمش، وتبص تلاقي القلب مليان حكايات مش حلوه. لانك قد تعثرت باثامك. ساعات كتير الواحد يتعثر بس مش بيبقى بسبب ان في مشكله حصلت، لا ده بسبب الخطيه. وده اللي قاله لنا كده يعقوب الصديق، يعقوب الرسول، اما بيقول ان الله غير مجرب بشرور وهو لا يجرب احد. طب امال الناس بتتجرب ليه؟ يقول لك كل واحد يجرب اذا جذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوه اذا حبلت تلد خطيه، والخطيه اذا ولدت تنتج موتا. هو فداك من الموت وقال من الموت افديك. طيب وبعدين؟ بس الشهوه فتح عينيك عشان ما تقعش فيه. لأنك ارجع يا إسرائيل إلى الرب إله، لأنك تعثرت باسمك. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، قولوا له: ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. لا يخلصنا أشور لا نركب على الخيل، إننا كل أيضا لعمل أيدينا آلهتنا، إنه بك يرحم اليتيم. أول حاجة، خذوا معكم كلاما وارجعوا للرب. يعني وانت راجع لربنا فكر هتعتذر له تقول له ايه. ساعات الواحد يقول له كده: انا واقف كده مش عارف اكلم ربنا اقول له ايه. لا، جهز انت محتاج تخش تقول لربنا ايه. لو انت داخل بتطلب حاجة من مديرك، او داخلة بتقدمي حاجة، بتطلبي حاجة من في خدمتك، بتبقي مجهزة: انا عايزة 1 2 3. برضه كده اللي وهو داخل الصلاة يجهز نفسه. أنا محتاج ربنا يغفر لي خطيتي ويستر عليا، محتاج يقويني في الناحية دي ضعيف فيها، يديني طولة البال، يزود عندي الاحتمال، يديني إن أنا أكون مرتاح البال، ما أقعدش أشيل الهموم. حط لستة الطلبات الروحية بتاعتك قدام ربنا. طب بس كده؟ مش هتطلب غير عن نفسك؟ لا، عن اولادي وعن جيراني وعن احبابي وعن. طب يبقى هنا اللي بيحط قدامه كده الكلام اللي هيرجع بيه لربنا. بس انت هنا بيتكلم بيقول له ايه؟ خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. يعني ايه بقى؟ عارفين لما جه قعد الابن الضال قعد بين نفسه كده، يقول لك: ورجع الى نفسه. بعدين قال ايه؟ ارجع الى ابي وايه؟ اقول له: اخطأت في السماء. عارفين الكنيسة من حكمتها تعمل لنا ايه؟ تحطها لنا في كل صلاة غروب عشان نعمل ايه؟ خذوا معكم كلاما وارجعوا ايه؟ الى الرب. ما هو بتقول لك كده ارجع لربنا، بتقول لك كل يوم اثناء فترة الغروب كده ارجع لربنا. اللي تاه منك اثناء اليوم قدم عنه توبة دلوقتي، خذ معاك كلام وارجع لربنا. كمان واحد
وقف كده لقى نفسه مش عامل حاجة حلوة. واحد لقى عامل حاجات حلوة ومجهز كلام كويس فاكر ان هو هيضحك على ربنا بيه، قال له يا رب ده انا بشكرك ان لست مثل الباقي الناس الظالمين الخاطفين الزناة، ولست مثل هذا العشر، ده انا بصوم يومين يومين وبعشر كل اموالي. وفاكر نفسه هيقول له برافو عليك من هنا على السماء على طول. راح قال له ايه؟ قال له مالكش مكان عندي. طب وبعدين؟ وقف واحد في اخر البيت اخذ معاه كلام يرضي ربنا، قال له ايه بقى؟ حط الاول وشه في الارض، لان مش الرجوع بالكلام. عارفين ليه؟ لان في ايه في سفر حزقيال يقول لك بألسنتهم يظهرون اشواقا، وبعدين اما قلبهم فذاهب وراء مكسبهم. يعني ايه؟ يعني الواحد ساعات يبين اشواق بالكلام كده، يقول لك يا سلام ده انا بعد ما سمعت الصلوه بتاعته حسيت ان هي دي السما. طب وبعدين؟ لا، اسمع كلامك اصدقك، بس لو شفت اللي انت بتتصرف فيه الاقي لا مش مناسب للي انت بتقوله. عشان كده الرجوع مش بس بالكلام، ولكن كمان بالايه؟ بالقلب. عشان هنشوف بعد كده ثمرة شفاء، لان من فضلة القلب يتكلم الفم. وعشان كده بيقول كده خذوا كلاما وارجعوا الى الرب. حط في باله ان هو مش هيقول للربنا غير حاجة واحدة، قال له يا رب ارحمني انا الخاطي. يقول لك ولهذا نزل الى بيته مبررا. طيب انا عايز افتكر معاكم كده، هي المرأة الخاطئة اما جت وبكت عند رجلين المسيح قالت له ايه؟ قعدت تقول له حاجة؟ طب لكن الكلام اللي كانت مجهزاه في قلبها وطلع عند رجلين المسيح هو ايه؟ دموع عينيها اللي بتعبر عن مشاعر قلبها، لانها راجعة بقلبها للرب. يبقى ممكن الواحد يرجع بقلبه حتى لو معرفش يعبر بالكلام يعبر بالدموع، ممكن. وممكن الواحد لو رجع لربنا وحتى ما لقاش كلام يقوله ولكن قلبه المنسحق ما قالش غير كلمتين ارحمني يا رب انا الخاطي، ينزل الى بيته مبرر. لكن لو قعدت تنظم كلام وتشوف المحاسن اللي انت فيها والحاجات اللي انت محتملها من اجل محبتك لربنا، يجي ربنا يقولك طب ما انا شوف انا اديتك ايه بقى. عشان كده الله لا يشمخ عليه، محدش يقدر يقول لربنا انا اديت لك او انا عملت لك. وعشان كده بيقول خذوا كلاما وارجعوا الى الرب وقولوا له. ارفع كل اسم، لان انتوا عارفين ان اجرة الخطية هي ايه؟ موت. فسبب الموت اللي جالنا والخراب اللي جالنا وموت عيالنا هو ايه؟ بسبب الشر. وعشان كده بيقول له ارفع الاسم، ارفع الخطية. تفتكروا المسيح لما جابوا له المحمول على اربعة من اصحابه وهم حاملينه كده المفلوج وكشفوا السقف ونزلوه، اول حاجة قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ليه؟ لازم غفران الخطايا، لان الشر اللي دخل او المرض اللي دخل كان بسبب ايه؟ الخطيه. كمان مريض بركه بتحاسده راح عمل معاه المسيح حاجه، قال له بص لا تخطئ ايضا لالا يكون لك اشر، لان غفران الخطيه هو اللي كان سبب في ان هو يقوم من الامراض الرديه اللي كانت عنده. خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. وهي دي فرصة بقى ناخدها تدريب اثناء الصيام. يعني خدوا الاية دي اثناء صيام العذراء كده الفترة اللي جاية، الواحد يفكر في الاية دي. هو انا المفروض ارجع لربنا عن ايه؟ هل انا عايش بكامل قلبي مع ربنا، ولا انا لسه لحد النهاردة جزء من قلبي عايش في العالم، او الاغلبية من قلبي عايشة في العالم وجزء بس كده اهو باجي بيه الكنيسة بحضر بيه مرة اجتماع اقف اقول ترنيمة اكمل مرة قرداس نصه سرحان مش مشكلة وحاسس ان الحياة ماشية كده. خذوا كلاما وارجعوا الى الرب، يعني جهز نفسك كده انا رايح اعترف بايه قدام ربنا، اقول له ارفع كل اسم. هيقولك طب انت ايه الاسم بتاعك؟ ايه الخطية بتاعتك؟ انت جاي تعترف بايه؟
ايه الشر اللي انت حاسس ان انت عملته وقصرت فيه او تماديت فيه وجاي تقدم توبة حقيقية عنه. خذوا كلاما وارجعوا الى الرب. ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. عجول بمعنى محرقات، كانوا بيقدموا المحرقات، ولكن التقدمة ما كانتش بس هي المحرقات، لان في ثمرة شفاء معترفة بالخلاص اللي هي ذبيحة التسبيح. عشان كده احنا بنقدم ذبيحة ممكن كل واحد فينا يقدمها، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية امامك، يبقى رفع الايدين في الصلاة وكمان ذبيحة ثمرة شفاء معترفة بالخلاص. اعترف لربنا باستمرار، اقول له يا رب انا ليا فعلا خزي الوجوه، لكن انت يا رب انت صنعت كل شيء حسنا. يبقى الانسان اللي يعترف بسبب الخطايا اللي جات له وسبب الشرور اللي جات عليه هي بسبب خطاياه، ما يقعدش يرميها لا على اللي حواليه ولا يرميها على الظروف ولا على البلد، يرجع يقول له كده يا رب ارفع كل اسم، اقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. طيب وايه كان من احدى الحاجات اللي كانت بتخليه يسيب ربنا؟ ان كان بيتكل على حد تاني عليه. وبعدين يقول لك كده ملعون من اتكل على ذراع بشر، تخرج روحهم فيعودون الى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كتفت افقارهم. عشان كده بقى يقول له لا يخلصنا اشور، مش هنرجع تاني يا رب نروح لاشور ونقول له خلصنا. طيب وايه كمان؟ لا نركب على الخيل ولا نقول ايضا لعمل ايدينا الهتنا. كانوا يصنعوا التماثيل بايديهم وبعدين يسجدوا لها ويقول لها انت ايه الهتنا. انه بك يرحم اليتيم. افتكروا المسيح لما جه قال لا اترككم يتامى. الانسان اللي عاش في الخطية واتمرر فيها دايما بيحس كده ان هو ملوش حد ويحس باليتم. وعشان كده اما يبقى بيلجأ لربنا يقول له انه بك يرحم اليتيم. انا اشفي ارتدادهم احبهم فضلا. بصوا حنان ربنا، رغم ان هم باستمرار بيلجأوا لاشور ورغم ان هم باستمرار كانوا بيعبدوا عمل ايديهم، يرجع يقول كده انا اشفي ارتدادهم. يعني اما كانوا بيرتدوا عن ربنا ده بيقول دول مش قصدين، دول مرضى وانا كمان هعمل ايه؟ هشفيهم. احبهم فضلا، يعني مش هحبهم عشان هم كويسين. وده اللي تفتكروا كده بولس الرسول يقول وفيما نحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. يعني ما ماتش عشان احنا ابرار، لا، وهو قال لنا كده لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه الى التوبه. يبقى يوم ما احس ان انا خاطي قوي وخطيتي تقيله قوي يقول المسيح يجي يقعد يقول لي يبقى انا جاي عشانك انت، لكن يوم ما احس ان انا بار يقول لك خليك بقى معتمد على برك. دول عشان تابوا قالوا اشور لا يخلصنا. انت لسه فاكر ان انت تقدر تخلص نفسك؟ مين فاكر لحد النهارده ان باعماله او بعطاياه ممكن يكون ليه نجاه؟ يعني لو واحد ادى فلوس كتير يبقى ليه مكان احسن في السماء؟ لا. عارفين القصه اللي دفع اللي قاعد يسمع عن العشور وهو كان بخيل جدا، فما قاعد يسمع عن العشور قال يعني انا لو اديت ربنا حاجه هيردها لي؟ فقعد يفكر ان قد ايه، يقول لك هفتح عليكم قوه السماء واقول لحد ما تقولوا كفانا كفانا. فالمهم راح وقعد يعني بتردد شديد، طلع جنيه من ايده وحطها في الطبق وهو بيلف وهو متردد جدا ومتضايق يعني وقلقان لحسن الجنيه ما يرجعلوش. وبعدين يا دوبك خرج من الكنيسه كده وهو ماشي لقى حاجه خبطت كده في رجله، فبص لقى الجنيه اللي هو ايه، اصل ربنا مش محتاج منك حاجه، مش محتاج منك حاجه. انت ما بتحط في ايد ربنا بتقول لك ده منك الكل ومن يدك ايه اعطيناك.
أنا أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنه أكون لإسرائيل كالندى. بعد ما قال هكون ليهم كالريح الشرقية اللي تلفحهم هكون كالإيه؟ الندى. عارفين لما يبقى في ندى بارد كده في الجو الحر اللي احنا فيه ده تبقى حاجة لذيذة مش كده؟ أما يبقى الندى ده بقى كان الندى ده يسقي الزرع أو كان ممكن الأيائل اللي هي بتاعة البرية كان ممكن يجوا على الورق أما يبقى عليه ندى ويأكلوه فيبقى منه أكل ومنه شرب. وعشان كده أنا أشفي ارتدادهم وأكون لإسرائيل كالندى. يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان. تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة. يزهر كالسوسن النوع من الزهور الجميلة ويضرب أصوله كلبنان. لبنان كانت تشتهر بالأشجار الحلوة أشجار الأرز بتاعت لبنان. وتمتد خراعيب والخراعيب اللي هي بتاعت الأفرع بتاعت الكروم. فتمتد خراعيبه يعني أما تبقى كرمة ممتدة كده تبتدي تطلع ثمار كتيرة ونازلة منها العناقيد بيبقى شكلها قد إيه جميل. وكمان الخمر هنا بيرمز لإيه؟ تمتد خراعيبه يعني هيبقى فيها عنب يعني هيبقى فيها خمر. الخمر دايما يرمز إلى الفرح. ويكون بهاؤه كالزيتونة. الزيتون عارفين زيت الزيتون يبقى كل ده بنقول الزيوت بتاعت الزيتون ده يرمز إلى عمل الروح القدس في الناس. وله رائحة كلبنان. يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويزهرون جفنة يكون ذكرهم كخمر لبنان. قلنا هنا الحنطة والخمر يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ ها الحنطة والخمر لحد النهاردة بنستخدمها الافخارستية. ويبقى هو ده عمل الروح القدس اللي يملى القلب فرح اما تتحد بجسد ودم الرب ويكون لك رائحة كلبنان لانك هتبقى رائحتك رائحة المسيح الزكية. يقول ابراهيم مالي ايضا والاصنام. كفاية بقى انا مالي ومال الاصنام مرة تانية. عارفين لما واحد يجي يقول انا مالي ومال الفلوس دي مرة تانية، انا مالي ومال الخطايا دي مرة تانية، انا مالي ومال الانترنت ده مرة تانية، كفاية عليا بقى. ليه؟ يا ما ضيع وقتي وضيع افكاري وجاب لي مشاعر مش حلوة وجاب لي افكار مش كويسة ومناظر مش حلوة. انا لا 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 مالي والايه والاصنام. انا قد اجبت فالاحظه. انا كثروة خضراء. الثرو ده اللي هو شجر بيطلع ويبقى كثيف جدا. كثروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك. من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور؟ يبقى حتى الثمر اللي هيكون فيك ده هيكون مين سببه؟ انا اللي هدي لك الثمر. وده برضو عمل روح ربنا القدوس في قلب الانسان هو اللي بيديله الثمر. يملى قلبك محبه ويخلي حياتك كلها فرح ويخلي السلام ما يفارقش حياتك، يخليك ما انتش محتاج لحاجه من براك لان المسيح نفسه هو اللي جواك. من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور وفهيم حتى يعرفها؟ يبقى الانسان اللي عنده حكمه يقعد يشوف اذا كان النهارده ربنا ادالك الروح القدس في الكنيسه وخلاك مسكن وهيكل الروح القدس وبيقول لك وبينادي لك وبيقول لك ارجع يا اسرائيل الى الهك، سيب الخطايا اللي هي خليتك سبب تعثر، اللي خليتك تقع، الحاجه اللي ضيعت ايامك وضيعت حياتك، تعالى ارجع النهارده. وبيقول لك كمان ما انا مش بس كده، ده خد كلام، خد الكلام اللي انا بقولته ومكتوب عندك في الكتاب ومكتوب في الاجبيه في الصلوات، قوله، تعالى قوله، خد معاك الكلام ده وارجع. بس مش ترجع بالكلام، ارجع كمان بايه؟ بقلبك، بثمر الشفاء، لان من ثمرة القلب يتكلم الفم. خليك حكيم. الابن الحكيم يعمل ايه؟ يسمع لابوه ويفكر في الكلام اللي هو قاله ويعمل بيه، لان مش ممكن يكون ابوه بيعمل ايه؟ بيضلله
صح ولا غلط؟ وعشان كده الأب الحلو زي ربنا اللي بيعامل أولاده يقول لك كده: من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها؟ فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها، أما المنافقون فيعثرون فيها. وده اللي علمته لنا الكنيسة، بنصليه كل يوم الصبح: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة، في مجلس المستهزئين لا يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته. عشان نعمل ايه بقى؟ يلهج نهارا وليلا. عشان يتعلم الحكمة لازم ألهج نهارا وليلا. طب وبعدين؟ يقول لك في الآخر التحذير: لأن المنافقون يكونوا كالعصافة الذي تزريها الريح عن وجه الأرض. طيب الرب يرعى، يعني ايه يرعى؟ يهتم. انا اللي هديكوا الثمر، زي ما بيقول كده: يوجد ثمرك. انا اللي هرعى، انا اللي هرحم اليتيم، انا اللي ههتم بيك. وبعدين يقول في الاخر ايه؟ ها، يرعى طرق الابرار. طب وطرق المنافقين؟ هتبعد. اما المنافقين فيعصرون فيه. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. الرحلة بتاعت 3-8 الخطبة، دير الأنبا توماس وماري بؤطر وماري جرجس الخطبة، التحرك الساعة 7. اللي عايز يجي من 6 يجي، بس التحرك الساعة كام؟ عشان ما حدش يزعل ان احنا مشينا. اتفضلوا نصلي. احنا هنقول اقصياس بس لقديسة مارينا عشان عيدها، وهنصلي مع بعض ان شاء الله يوم 17.